إذن النتيجة الآن 3 لصالح ثلاثية أجعيط من بومريم قبل 1 لثلاثية حبشي من تيفلت. يلا ما عليش هيتين دابا ديال تربحوا ميلاد فين ما بغيتي تربحوا ربحوا يلا نور وعلى يديك اعطيك الصحه برافو يا جيجي يا برافو ميلا Yeah.
النتيجة تتغير وصبحت 7 لصالح ثلاثية أجعيط نادي بومريم مقابل 2 لثلاثية حبشي تفلت. Thank you.
دينا ثلاثية حبشي تضيف واحد النقطة تولي السكور الآن 7 مقابل 3. شو يا محمد؟ النتيجة الآن 10 لصالح ثلاثية تجعيط من نادي بومريم مقابل 3 لثلاثية حبشي من تيفلت.
من بعده من بعده تعطيه فوق البوديوم صافي Thank you.
Субтитры создавал DimaTorzok.